شاركوا البث حبايبي، شاركوا البث. بعد ساعتين من الآن راح أبدأ مظاهرتي من أمام جامع الكبير في ستوكهولم، راح أحرق القرآن أمام الجامع الكبير في ستوكهولم. يوم أمس حصلت على رخصة بذلك، واليوم إجراءات أمنية مشددة وقوات خاصة سويدية في ستوكهولم. ذلك يدل على شيء، فهو يدل على أنه أتباع هذا الكتاب هم إرهابيين، وإلا لماذا نحتاج لإجراءات أمنية وشرطة مطوقة المكان في ستوكهولم وكلاب بوليسية وإجراءات أمنية جدا مشددة في ستوكهولم. بعد ساعتين من الآن راح أبدأ بثي من الفيسبوك والتيك توك من أمام جامع الكبير في ستوكهولم، وراح أحرق القرآن من هناك. أتمنى تراقبون الحدث لحتى نشوف عياط وعوائل المسلمين في المكان نفسه، نشوف شنو راح تكون ردود أفعالهم. والشرطة حاولت تتماطل بذلك ولكن فشلت، لأن أنا كنت فزت بالقضية بالمحكمة. لذلك حبايبي بعد ساعتين يبدأ البث، من نبدأ البث شاركوا البث لكل الناس. بعد ساعتين من الآن راح يبدأ الحدث من أمام ستوكهولم، وكل القنوات السويدية وصحف سويدية تنشر الآن مباشر من ستوكهولم إجراءات أمنية مشددة، كلاب بوليسية، شرطة تطوق المكان. بعد ساعتين راح يجون الشرطة يأخذوني لمكان التظاهرة، راح أبث لكم منك أمام ستوكهولم. يا مسلمين لازم تعرفون أنه أنتوا هنا ضيوف، أنتوا هذا دينكم ما كان ولا راح يكون ثقافة من السويد، ولا راح يكون جزء من ثقافة السويد. راح أدعس على دينكم كل يوم، كل أسبوع راح أدعس على القرآن وعلى محمد. لذلك انتظروني حبايبي، هذا بث تجريبي فقط كان من حسابي. بعد ساعتين، أي ساعة واحدة ونص بتوقيت السويد، أي الساعة 2:30 بتوقيت العراق، راح أبلش من أمام جامع الكبير في ستوكهولم. انتظروني على بث المباشر. وصحافة ستوكهولم أو صفحة الكومبيس تتهمني بانتمائي لحزب SD اليميني، وأنا أتشرف أن أكون أحد أعضاء الحزب SD السويدي. يا الكومبيس، يا مدير الكومبيس، أنا تصرفاتي وسلوكي لا تمثل الحزب SD. نعم أنا أنتمي لحزب SD، كل الاحترام لهذا الحزب. أنتم تحاربون حزب SD فقط لأنه حزب سويدي يحاول الحفاظ على القيم السويدية والقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. لذلك في فيديوهاتكم صفحة الكومبيس تتهموني بأنني عنصري متطرف، أنتمي لحزب يميني متطرف، وأنا ملحد لا أنتمي لأي دين. أنا أنتمي لحزب SD نعم، ولكن سلوك